احنا خسرنا مهاجم واحد ايمن حسين خسرناه زين، وكان راعبهم للدفاع كلي ايمن حسين، خسرنا ايمن حسين. خي راجع عن نفس المدرب سعد عبد الامير وغير سعد عبد الامير، قال لي راجعوا نفسهم، مو كل طوبة شوت، كل طوبة شوت عالي، العب باص كافي عدينا. بس اليوم سببها المدرب، ما قرا المباراة زياد العشرة هيران ما يقعد لو لعب ثاني شوط، زياد احسن لاعب الفريق قعده، زياد بشار مو مستوى، يا سعد عبد الامير منتهي، ماكو على عباس احنا ما نحكي عليك، انت لاعب منتخب وخوش لاعب، بس شويه تعب روحك. احنا شنو جبنا ايوب الثاني هم خمس مدافعين، صانع العاب ماكو، شنو السالفه؟ خمسه مدافعين خمسه، وانت شنو بشار؟ شنو رجعت لنا ميت؟ عمي شوية طمن نفسكم، تاخذون 500 و600 ماليش. اللعبة كلها ما بيها حل، يعني الكهرباء لعب ستة دفاع، واحنا لاعبين خمسة، يعني هاي اللعبة مضغوطة لعب بشار وعلاء، يعني ما كنت حل، والعباس ماكو حل، يعني لعب صفاء وبشار. لازم الفريق تشوف بيه روح لو ما بيه. هو غير الفريق انت تتباوع عليه، اذا بيه روح وتعادل اقول اي والله هذا قدم مستوى وقدم وما دع حاله بالحظ. الله ما قدم هجمه، هذا المهاجم مين جايبينه؟ والله هذا المهاجم ما ادري منين جايبينه. بالقران على عباس سويت العام طردناه مو زين، العام راح للزوره طردوه يرجع لنا، بشار رسل طردوه من الاحتراف يرجع لنا، يعني ماكو لاعب يطلع من عنده. ها هم العام جابوا لنا اياه هم خلص من الاحتراف، راد فلوس اخذ الفلوس وطلع. كابتن اول شيء هاي كره قدم، اول شيء عندنا 19 لاعب جديد، والكهرباء مو فريق سهل، التعادل مقبول، كودن اول لعبه، على كل مشجع يحاول يسقط الفريق او يحاول ينتقد الفريق. كابتن بس قاطعني رجاء، بس قاطعني لا اي اجامل، الاداره تعطيني فلوس، عيب هذا الحكي. كابتن هاي اول لعبه 37 لعبه، 37 لعبه بالدوري، هاي اول لعبه. كابتن العينه كجمهور ندعم الفريق، اكو ملاحظات على بعض اللاعبين ما جاي يغذون نفسهم، كابتن ما جاي يغذون نفسهم، عليهم مراجعة نفسهم، والفريق ان شاء الله عندنا 37 مباراة ان شاء الله الفريق، واحنا كجمهور ساندين فقط للكادر وللاعبين، والله يوفق الفريق. احنا ان شاء الله نريد اداء جميل من المنتخب حتى الجمهور يكون يطلع سعيد من الملعب وفرحان، وبنتيجة تكون ايجابية وتفيد الكرة العراقية. اليوم التعادل بطعم الخساره، احنا العام ضيعنا. كابتن ما يخالف، اول مباراه على عيني فدوه، اليوم هارد لك نقول احنا العام ضيعنا كابتن، ضيعنا دوري بخمس مدافعين ومهاجم. رساله لوسام رزق، العبوا مهاجمين بالموسم ومهاجمين، واقطع مال خمسه مدافعين. احنا اليوم اول مباراه بالدوري بعد الفريق، عندك بس ثلاث لاعبين من الفريق، ثلاث لاعبين عندك من الفريق القديم. الفريق بعد اول مباراه زين، انت عندك فريق الكهرباء 11 لاعب جاي بالجزاء مالتهم جاي يدافعون طول وقت المباراه، واحنا واكلين ويا فريقنا وخلي فريقنا. اليوم اول مباراه بالدوري بعد فريق ما منسجم، اول بعد ما صعد الدرتيم، واحنا خلف الفريق وخلف الشعار